في جزيرة جربة، وأمام ارتفاع أعداد الوافدين إليها من مختلف جهات البلاد وعودة المهاجرين أصلي الجهة، تكثفت حركة المرور بها وباتت مختنقة ومعطلة على مدى ساعات عديدة من اليوم، وما يترتب عن ذلك من إخلالات وتجاوزات لقانون الطرقات. من أجل ذلك نظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات حملة مرورية توعوية واسعة بالجزيرة. اليوم تستمر الحملة الأولى بجزيرة جربة نظرا لارتفاع العدد الكبير في حركة المرور، خاصة أن جزيرة جربة تشهد أكثر من 500,000 زائر سواء أجانب أو من التونسيين اللي وافدين على جزيرة جربة. فما برشا ناس تو في الكلام ما تلبسش بافاتات، خاصة يبدو أصحاب ماهيش عائلة واحدة. احنا اليوم كجمعية مع عملنا بافاتات للسواق هذوما، ونحثوهم على استعمال البافاتات واستعمال سيرتو الجل للوقاية. نحبوا ومام طون تكون توعية مشيرتين، توعية مرورية ومام طون توعية صحية. في كم هائل من المواطنين هذه تشهد كثافة معناها مرورية. دونك احنا مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، جمعية غزة المستقبل، اليوم كنا موجودين في مفترق الحارة الكبيرة بعد السبيطار باش نوزعوا مطويات على السلامة المرورية، باش المواطن يحافظ على سلامته وسلامة غيره بارتداء بالحزام الأمني الإجباري بالتنقيس من السرعة. مواطنون من مستعملي الطريق والمترجلين وأصحاب السيارات تفاعلوا مع هذه الحملة التي تأتي في وقت ذروة بعد التخلي عن إجراءات الحجر الصحي الشامل وتمديد فترة حظر الجولان إلى 10 ليلا خلال شهر أوت خاصة. حملات ضرورية ويومية، مش ما نعيش لعبة تاع صغار، لعبة سيدة. اليوم إذا ما صارولناش حملات كيف هكا وما صارولناش وعي وبدلنا العقلية نتاع راهو فوق ساعتها مجرى في الكيس، فوضى بطريقة مش عادية. فما الجاية كي تقول يقص عليك عادي، موتورات عادي يمشيو عادي. في جزيرة جربة وغيرها من مناطق ولاية مدنينة ارتفاع مستمر لضحايا حوادث الطرقات مقابل أسباب متواصلة بشرية وبنية أساسية خاصةً.